من الواضح أن نصر الله هو عنصر هو نعتبره عنصر محرض ربما الأكثر تحريضا في المنطقة، ولو كنا نستطيع أن نغتاله من دون أن نمس بالمدنيين كننا سنفعل ذلك. أيضا قصف الضاحية كان من المفترض أن تضرب وتصل شخصيا إلى حسن نصر الله. من الواضح أن حسن نصر الله ومن ناحيتنا شخص يهدد المنطقة وهو يعلم ذلك، ولذلك هو لا يخرج إلى العلم ويبقى في مخبئه.